هذه النصيحة ستشكرني عليها. اعمل بلوك لكل المؤثرين. جزء كبير من حياتنا الآن أصبح مرتبط بالإنترنت، بالويب، أصبح مرتبط بالحاسوب والهاتف. الوظائف انتقلت للإنترنت، الفن انتقل للإنترنت، الصحافة انتقلت للإنترنت، كل شيء أصبح في الإنترنت. صدقني صديقي، إذا كنت تريد أن ترتاح نفسيا فقم بحظر أي شخص لا تريد أن ترى وجهه في السوشيال ميديا. لا تريد أن ترى مقاطع على اليوتيوب، ستوريهاته في الإنستغرام، صوره على الفيسبوك، آخر أخباره على تويتر. أنا شخصيا بالنسبة لي كيوسف لا أتابع أخبار الترند المغربي، ولا أتابع أخبار الفنانين والمشاهير بصفة عامة، اللهم القلة القليلة التي أتابعها. السبب الأول هو أنني لا أريد. السبب الثاني هو أني لا أريد أن أضيع وقتي الثمين في متابعة أخبار شخص لن أستفيد منه بأي شيء، ولن أستمتع بمشاهدة أخباره أو فيديوهاته أو صوره أو أي شيء، حتى لو كانت استفادة معنوية على الأقل. الفيسبوك بالنسبة لي مثلا أستعمله لشيئين فقط. الشيء الأول هو أني أنشر فيديوهاتي وصوري ومقالاتي على الصفحة. الشيء الثاني هو أني أستعمل الفيسبوك لاستلهام مواضيع القناة على اليوتيوب، تماما مثل حلقة ايرون مان وحلقة نجاح سناب شوت. هاتين الحلقتين والكثير من الحلقات وجدت نبذة عنها في الفيسبوك. لذلك بصراحة صديقي، إذا كنت تكره شخص ما، سواء مؤثر أو فنان أو ممثل، قم بحظر كل حساباته، وهكذا سترتاح أنت نفسيا. لا تدخل إلى قناته في اليوتيوب وتعمل ديزلايك وتعليق سلبي، ولا تقم بتبليغ عن صفحته في الفيسبوك. المسألة بسيطة، تكره شخص ولا تحبه اعمل له بلوك وهكذا انتهت القصة.